التماثيل إلى الخير وإلى البركة وإلى الفلاح. هيا إلى شراء أفضل الآلهة وأنفعها للناس. بل آلهتي أنا أفضل، إنها من صنع آزر. هيا هيا إلى المعجزات، هيا إلى الكرامات. هاتي هذا الإله، أعتقد أنه سينفعني. فماذا يأكل؟ يأكل الزبد والسمن والعسل والنبيذ، يشربه ليل نهار. لو صدق هذا الإله وأعاد لي زوجتي. يا رجل لا تقل هذا، فالآلهة لا تكذب وزوجتك هي الكاذبة. صدقوا الآلهة، صدقوا الآلهة قبل أن تغضب عليكم. هيا معي الآلهة، فمن يشتري قبل يوم الزينة والتفرغ للهو واللعب. هيا ماذا يأكل مردوخ إله الآلهة؟ إنه يعشق اللحم ويشرب الخمر بكثرة. في المرة القادمة سآتيه بلحوم طازجة. لكن إبراهيم عليه السلام لم يحطم الأصنام إلا بعد محاولات كثيرة لإقناع قومه بتوحيد الله والكف عن الشرك به وعبادة الأصنام من دون الله تعالى. صدقت يا سعد، وهذه نقطة لم يلتفت إليها كثير من الناس، أن إبراهيم كان حليماً وأواهاً وصبوراً، ومع ذلك لم يستجب قومه له في كل المرات التي دعاهم إلى توحيد الله. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلقد نصحهم وأرشدهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى يا بني. وهذه آيات تدل على أن إبراهيم لم ييأس، بل حاول كثيرا قبل أن يكسر أصنامهم.
العترة يا مولاي. زيدوني زيدوني ذهبا فوق جسدي، زيدوني لأتزين بها. هيا 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 مولاي. بل الذهب، الذهب هو الذي سيتزين بك يا مولاي. نو 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 يوم زينتي يا وزير، أليس كذلك؟